لقد بني سد وادي المخازن بضواحي مدينة القصر الكبير في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، وقد أبى أن يطلق عليه اسم معركة وادي المخازن الشهيرة، والتي حقق فيها أبناء المنطقة نصرا تاريخيا رفقة الكتائب النظامية لجيش الملك عبد الملك السعدي. وكان قد دشن هذا السد العظيم في جو مهيب، حضره وزراء خارجية الدول الإسلامية وكذلك الأمين العام للمؤتمر الإسلامي وعدد كبير من الشخصيات الإسلامية وكذلك ممثلين عن الصحافة الدولية، كما حضره أيضا المئات الآلاف من أبناء الشعب المغربي الذين حجوا إلى مدينة القصر الكبير لحضور هذا الحدث التاريخي العظيم. يبعد سد وادي المخازن عن مدينة القصر الكبير بحوالي 10 كيلومترات، وتبلغ حقيناته 773 مليون متر مكعب، وهو بذلك يعد سادس أكبر سد بالمملكة المغربية، ذلك بعد كل من سد الوحدة وسد المسيرة وسد بين الويدين وسد إدريس الأول وسد محمد ابن عبد الله، حيث يشغل مساحة تقدر ب 1820 كيلومتر مربع. هذا يعني أن حجمه يفوق حجم مدينة القصر الكبير أكبر مدن حوض اللوكوس ب 14 مرة، وهو يرتفع عن مستوى سطح البحر ب 67 متر، ويتغذى من الشبكة الهيدرولوجية الممتدة من إقليم الحسيمة إلى إقليم العرائش. وبهذا مشاهدينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، نتمنى أن ينال إعجابكم، وإذا كان كذلك فلا تبخلوا علينا بالإعجاب والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل جديد، وشكرا لكم عن حسن المتابعة.